مرحبا أبطالي الأعزاء، إلى اليوم لا نزال في محور تنظيم الفضاء، لكن اسم الدرس هو على يميني على يساري، بمعنى اليوم سندرس اليمين واليسار. سنقوم بقراءة السؤال الأول. أرسم كرة على يميني ربابة وزهرة على يسارها. لقد تعلمنا كما يبدأ عندي سؤال طويل نقوم بتقسيمه هكذا. أرسم كرة على يميني ربابة، هذا هو الجزء الأول من السؤال. سأنجز الجزء الأول ثم أنتقل إلى الجزء الثاني لكي لا أنسى عناصر السؤال. أين يمين ربابة يا أطفال؟ رباب هي عكسي أنا، عكس وضعيتي أنا، بمعنى أن يميني هو يسارها. يميني أنا هو يسارها هي، ويساري أنا هو يمينها، ويساري أنا هو يمينها. شو معناتها؟ بمعنى إنه اليمين متاعي هو اليسار متاع رباب، واليسار متاعي أنا هو يمين رباب. فهمتوا توا أصدقائي الصغار؟ رد بالكم تغلطوا، ما تخزروش تقول أنا هذه اليمين معناتها راهي هي يديها اليمين، لا، وإلا هذه يدي اليسار معناتها راهي هي يديها اليسار. سهلة برشا الحكاية، ديما قول إنه يميني هو يسارها ويساري هو يمينها. هكذا يكون التمرين صحيح. ما معنى ذلك؟ إذا كان أنا باش نرسم الكرة على يميني رباب، يمين رباب هو يساري، أين يدي اليسرى؟ هاته. إذن يمين رباب هو هذا. سأرسم الكرة هكذا، هذه الكرة على يميني رباب. ننتقل إلى الجزء الثاني من السؤال. ماذا يقول؟ وزهرة على يسارها، بمعنى سنرسم زهرة على يسار رباب. أين يسار رباب يا أطفال؟ هاته يميني التي أكتب بها، بمعنى أن هاته يسار رباب. سأرسم زهرة على يسار رباب. لا ننسى أصدقائي أن يميني هو يسار الصورة ويساري هو يمين الصورة، لا ننسى ذلك. سأعيد، يميني بمعنى اليد التي أكتب بها هي يسار الصورة، ويساري هي يمين الصورة. أحسنتم، تذكروا ذلك دائما. فلننتقل إلى السؤال الموالي. ماذا يقول؟ ألون ما يوجد على يسار خليل. أعيد، ألون ما يوجد على يسار خليل. أحسنتم، فلنعيد القاعدة. يميني هذا هو يسار خليل، ويساري هو يمين خليل. إذن أين اليسار؟ أين يسار خليل يا أطفال؟ هو يميني أنا، بمعنى أنه هذا الجانب، يده هاته هي اليسار، وأنا سأقوم بتلوين الكلب. أحسنتم أطفالي، سأختار اللون الأزرق لألون كلبي. Thank you.
هكذا أطفال الصغار أكون قد أكملت تلوين الكلب، وهو على يسار خليل. أنتقل إلى السؤال الثالث. ماذا يقول السؤال يا ترى؟ أحيط بخط مغلق، ما يوجد على يمين خليل؟ إذن أين يمين خليل يا صغار؟ يمين خليل هو يساري، هذا يميني أنا وهذا يساري أنا، إذن يساري أنا هو يمين خليل. إذن سأحيط العصفورة بالخط المغلق. الآن أطفالي، لقد أنهينا درس اليوم وتعلمنا اليمين واليسار، ولا ننسى قاعدة واحدة، ما هو يميني أنا هو يسار الصورة، وما هو يساري أنا هو يمين الصورة. لا نخطئ في ذلك، ثم برشا صغيرات يغلطوا ما بين اليمين واليسار، لأن الصورة هي دائما عكسنا، هي دائما عكسنا. كما قاعدين تشوفوا مثلا رباب هي مقابلتني، ما هيش موجودة كيفي أنا متلفتة لقدام وهي متلفتة ليا أنا، هكاكا هي عكسي تماما، بمعنى أن يمينها ليس هو يميني. خاطر برشا صغيرات يغلطوا ويحطوا اليمين متاعهم هذا هو يمين الصورة، وهي حاجة غلطة. يميني أنا هو يسارها هي، يميني أنا هو يسار الصورة. وهكذا نكون قد أنهينا درس اليمين واليسار. إلى اللقاء أطفالي.